كنطلع على واحد المنظر جديد واعر. واو 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 واو. واو على منظر واعر الصراحة. واو كنظن أن القمة ديال الشاون هي هذه، القمة ديال الشاون اللي حنايا طالعين ليها هي هذه. واعر الصراحة هنايا المنظر اخويا صدي نيغا كيلقشنا الشاون الدين ياك. نوضي ان شاء الله ضروري الصراحة. ما توقعناش هذا المنظر، هذا الصراحة منظر واعر بزاف، صدمنا فيه. احنا دابا غادي نكملو القمة ديالنا. الشاون هي هذه، كتبان قمة زوينة بزاف والطريقة اللي تكون واعرة كما كتلاحظوا معايا. احنا دابا اكتشفنا مكان جديد، طراج جديد، جبل جديد، قمة جديدة، مناظر جديدة. الصراحة هذه هي المتعة اللي كنلقاوها في الترحال، في المغامرات الجبلية. ديما كنكتشفوا الجديد، ديما كنكتشفوا مناظر رائعة وغير متوقعة كما كتلاحظوا. شوفوا على مناظر كاين هنايا، وشوفوا الغابة كيفاش هي مهيمنة في هذه الجهة، هذه كتبان زوينة بزاف. وكاين واحد الهدوء الصراحة واعر. عم صدق سبقنا اول ايه. حيت هو مولف مع المناظر هذه، حنا اول مره وكنبقاو كنتعجبوا كنصوروا وكيدير لنا شويه الوقت. واو على طبيعة كاينة هنايا مخبية الصراحة، واحد المناظر خرافية وخيالية ورائعة بزاف، كتحبس الأنفاس.
والاجمل هو ان الطريق ديالها طريق زوينه بزاف الصراحه، ما معدباش في المشي، دغيا كتمشى وكتستمتع بالمناظر. صراحة هذه المنطقة هذه كتميز بالمناظر الطبيعية رائعة بزاف، لي أنايا شخصيا ما توقعتش بأنني غادي نلقى كاع هذه المناظر هذه في القبيلة ديالي كزناين في جبال ديال الريف. صراحة الطبيعة عندهم هنايا زوينة بزاف ونقية وخالية من التلوث. كما قال لي عمي صديق راه كيتواجد الحلوف هنايا بكثرة، نتمنوا اننا نشوفوا شي قطيع ديال الحلوف في هذه الرحله هذه، حتى هو غادي يعطي واحد المنظر زويون الطبيعه. ها هو عمي صديق كيتسنى فينا. فين هو الجبل؟ شقران تقريبا ديال الجواز سيد نتاع كتشوف بلا اكثر. الطريق هنايا ولات شويه مزيره، صراحة والله ما سخينا أننا نمشيو من هذه المنطقة هذه، دوزنا صراحة أوقات زوينة بزاف في هذه المنطقة هذه، صراحة أيام دازت زوينة وواحد الكامبين إكسبيرينس دازت واعرة بزاف صراحة، استمتعنا بزاف. اليوم هو آخر يوم عندنا هنايا وآخر رحلة غادي نديرو، صراحة والله ما سخينا أنا نمشيو ونخليو هاد الطبيعة هذه الرائعة، ارتاحينا بزاف هنايا. واو شوفوا دابا على مناظر جديدة عاوتاني، الجبل هذا فيه الحجر كيعطي واحد الديكور زويون مع الغابة. That's the summit. ها هي القمة، دابا كنطلع عليها أم فاس، ها هي كتبان لينا، ها كتبان لينا دابا شوية قريبة. واو قمة ديال الشاون
قمة زوينة، عندها التراجي زوين. غاديين وكنكتشفوا مناظر جديدة عاوتاني، وحنا محظوظين بزاف باش اننا نكونوا هنايا ونستمتعوا بهاد الطبيعة هادي غير بوحدنا. ما كاينش البشر، ما كاينش الصداع ديال الطوموبيلات، ما كاينش بنادم هنايا غادي طالع هابط. نتايا وهاد الطبيعة وهاد الغابة نقية الجميلة، كتحس راسك بأنك في واحد الجنة، كتمشى في واحد الجنة الصراحة. النقاوة واحد الريح كيعطي هنايا كتشمو نقي بزاف. واليوم الصراحة طحنا في واحد الجو اللي مثالي بزاف. ايام اللي فاتت كانت الشتاء وكانت الضبابة، ولكن اليوم الشمس خرجت والسماء صافية عليها. دابا كنشوفوا هاد المناظر هادي الرائعة بكل وضوح. هاد الشجرة كبيرة وطاحت، كتبان كبيرة بزاف السن ديالها.
وما نعرف شنو السبب ديال السقوط ديالها. ها؟ لا لا هانك خمار مش عادي وين السان ثاني منظر جديد. I know my heart. Okay. هي القمة ديال الشاون شاودن بالصميم. هي هذه القمة ديال الشاون، هاي كتبان لينا وكنمروا عبر هاد المناطق الجميلة في هاد الأرض هذه. صراحة واحد الموقع زويون بزاف، والتخيم خاصة ديال التخيم هنايا زوينة بزاف. عم الصديق قال لك راه عاش بزاف هنايا، دوز بزاف الايام ديالو هنايا. شتو المنظر دغيا تبدل. كما قلت لكم هاد الرحله هادي رحله زوينه بزاف. ها هما الاشجار ديال الزيتون. بل غادي نرجعو ونخيمو هنايا حيت هاد البلاصة هادي زوينة، وكاين بلايص بزاف فين يمكن لينا نحطو الخيمة ديالنا. كاين الفوق ليها الأرض شوية واطية، بنادم يدوز هنايا بعض الأيام يتعزل شوية على العالم. والله إلا الصراحة غادي تكون واحد تجربة واعرة إلا خيمنا هنايا في هاد الموقع هذا. إن شاء الله غادي نرجعو. احنا خرجنا في الواد. كاين شوية الماء هنا كيخرج. هذا زعما
اما نسي يمكن وانت في شاد انيت يا وي كي شط يا انا فوينه تنسو ها نتبعوا شويه هاد الواد هذا نشوف واش غادي نلقاو شي ما نشربو. عندنا الماء ولكن بغينا نشربو نجربو هاد الماء هذا اللي كيخرج من هاد الواد. ها هما الفعايا ديال الحلوف. هو الحلوف هو كيعجبو يحرس على الارض. شتو راه شتو This is the wild pig, Sunny. ها هو الاثر ديالو. الحلف هو كيعجبو يحرت على الارض حيت هو كيعجبو الديدان كيجبد على الديدان واو. ولكن نتمنوا اننا نشوفوا شي قطيع ديال الحلوف. غادي يكون واحد المنظر زويون هنايا. واو واو على منظر كاين هنايا الصراحه منظر زويون بزاف مع هاد الغابه هذه. واو شتي الشجره هذه طاحت مسكينه كبيره في تبان كبيره في اللاج ديالها وعندها واحد الشكل زويون بزاف. كما قلت لكم دابا بغينا نتبعوا هاد الواد هذا نشوفوا واش غادي نلقاو شي ما ندوقوا الماء ديالو. ها هو الاثار ديال الحلوف عاوتاني هنايا. كما قال لنا عمي الصديق راه كاين حلوف بزاف هنايا. ها هما الرجلين ديالو هو كيعجبو الارض الرطبه بحال هادي كيحفر عليها كيحفر على الديدان. هو المتعه ديالو هو انه يحفر على الارض خصوصا ملي كطيح الشتا وكتبزق الارض فراه غادي تلقاو بزاف ديال الاثار ديالو راه كاين بزاف هنايا. الصديق راه قال لنا راه كاين حلوف بزاف هنايا. انا الصراحه عجبني انني نشوفوه ولكن المشكله الا بديت كنهضر وكنديروا الصداع راه غادي يهرب ما غاديش يبان لينا. هو اللي كيدير هاد اللعابي هادو هادي غنزان يرفاي يا هاكي خاص نزا واو على رحلة غير متوقعة اننا نشوفو هاد المناظر هادي الزوينة الرائعة. دابا كندخلو مع هاد الواد هدا احنا لقينا شويه الماء. الحمد لله. اش في العام ستة؟ مخيه. ها؟ غادي نجرب هذا الماء هذا نشوف. واو نقي بزاف الصراحة. واو تراي تاني اوكي يس تشيز Thank you.
احنا دابا غاديين وكن كنقربوا القمة ديال الشاون. هي هادي وعيني على الحلوف الصراحة، بغيت نشوف الحلوف بزاف. كنظن حتى الديب غادي يكون هنايا موجود، منطقة مثالية باش يعيش فيها الديب. هاد الجبل هذا اللي كيبان الاخر هو القمة ديال ازرق الشاه، منطقة ديال الكزناين. تحرك الريح. ها هي القمة ديال ازرق الشاه. ها هي هي هادي دابا كتبان لينا مزيان هنايا. كتدخل شي غابة بحال هادي، خصوصا فهاد البلاصة هادي، خصك تحضي راسك من الحلوف. ها القمة ديال الشاون كتبان لينا من هنايا. واحد المصدق عاونا بزاف باش يوري لينا الطريق، حتى هو دوز بزاف ديال الايام هنايا. هاد الارض هادي عارفها مزيان.
بعدين كنقربوا القمة. هاي واحد البلاصة زوينة عالتاني التخييم. واو 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 هاي القمة ديال الزوق الشعر، وتحت منها هاد الغابة هادي. شتي عاوتاني شحال الغابة كاينة هنايا، وشوف على منظر عاوتاني هنايا. واو 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 هاي القمة ديال الشاون القريب. واو على منظر هنايا.